يقول: اتقوا الذنوب فإنها هي التي أوقعت، رأيت الذنوب تميت القلوب ويورث الذل إدمانها، رأيت الذنوب تميت القلوب ويورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. اللهم استرنا وإياكم فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. سوء خاتمة عند لحظات الموت، سوء خاتمة عند لحظات الموت، اعتراض على قضاء الله، اعتراض على قضاء الله، التسخط يحال بينه وبين كلمة التوحيد، يتلفظ بكلمات الشرك والكفر عند لحظات الموت، إنها من علامات سوء الخاتمة. فسئل عن حال هذا الرجل كما جاء في جامع العلوم والحكم عن عبد العزيز بن أبي رواد فيما أورده الحافظ بن رجب الحنبلي، قالوا: وقد سأل هذا الرجل عن حال من مات، قالوا: إنه كان مدمن الخمر، مدمن للخمر. فالمعصية أيها الأحبة توقع الإنسان، الله أسأل أن يجيني وإياكم من المعاصي. علامات سوء خاتمة عند التغسيل نذكرها بعد أن نذكر هذه الحادثة في العصر الحديث عن علامات سوء الخاتمة قبل لحظات الموت. لعل البعض يقول إن هذا ما ورد في جامع العلوم والحكم عن ابن رجب الحنبلي، لكننا نريد شيئا من الواقع العملي في عصرنا الحديث. نقول: في القصيم في بلاد الحرمين، حفظ الله بلادها وولاة أمرها وولاة أمر المسلمين في كل مكان، اللهم اهدنا وإياهم إلى طريق الحق والصواب لترتفع الغمة عن الأمة يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، المسألة هنا لا تحتاج إلى إضاعة وقت. في القصيم حادث مروع، منذ سنوات انتشر خبره وحمل الذي أصيب في هذا الحادث في لحظات موته، فدخل عليه أحد أصدقائه فقال له: يا فلان، إننا كنا نصلي معا، إننا كنا نجلس أمام كتاب الله نتدارسه ونقرأه، قل لا إله إلا الله، فلا يستطيع، لم يستطع أن ينطق بها. ذكره مرة ثانية: قل لا إله إلا الله، ما استطاع. فاقترب منه وقد حمل كتاب الله جل وعلا المصحف، وقال: يا فلان، أتذكر هذا المصحف؟ أتذكر يوم أن كنا نجلس لنقرأ ونتدارس كتاب الله؟ اتق الله في نفسك، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. ومد له المصحف فنظر إليه وقال وأعلن كلمة خطيرة عند لحظات موته: أنا بهذا المصحف، هو يقول ذلك، أنه بهذا المصحف كافر. ومات على هذه الكلمة، لأنه لم يكن يقرأ من أجل الله، ليقال هو قارئ، صوته حسن جميل، ما كان يتعلم من أجل وجه الله، إنما كان يتعلم ليقال هو عالم، كان يجاهد ليستشهد في سبيل الله، لا من أجل أن يعلي كلمة الحق وكلمة التوحيد، إنما من أجل أن يقال هو شهيد. أما إنه قد قيل قارئ وعالم وشهيد، ثم يؤمر بالعبد فيسحب على وجهه إلى نار جهنم. علامات سوء خاتمة عند الممات وقبل الممات تحدث للعباد من تسخط، وأن يحول الله جل وعلا بين العبد وبين كلمة التوحيد: لا إله إلا أنت يا ربي سبحانك إني كنت من الظالمين.